بمراكش جرى التوقيع على اتفاقية شراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وجامعة القاضي عياد، تتعلق بالتعاون المشترك لتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين والمساهمة في تنزيل الديمقراطية التشاركية وتعزيز الترافع المدني من أجل القضية الوطنية. ووقع هذه الاتفاقية الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي ورئيس جامعة القاضي عياض السيد عبد اللطيف المراوي. هنالك أسئلة تطرح، لا بد من تكوين الفاعلين المدنيين وتمكينهم من المعرفة العلمية اللازمة المبنية على المعطيات التاريخية، المبنية على تكوين على ما هو قانوني، المبنية على دراسة وتفكيك الأسئلة التي تطرح على المستوى الخطاب الانفصالي، وأيضا توفير تكوينات لتمليكهم المهارات، لأن الأمر لا يتعلق فقط بمعارف بل أيضا بمهارات تهم مهارات الترافع الرقمي، أي استثمار ما تتيحه لشبكة الانترنت والمنصات الاجتماعية من إمكانيات. التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي تجسيدا للرغبة المشتركة بين الوزارة والجامعة من أجل تضافر الجهود للمساهمة في تقوية قدرات الفاعلين الجمعويين ومواكبتهم والنهوض بالعمل الجمعوي وتعزيز أدواره. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين الوزارة والجامعة من أجل إنجاز برامج تكوينية لتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين في المجالات المرتبطة بالترافع المدني عن مغربية الصحراء والديمقراطية التشاركية، كما تأتي في سياق محاولة الجامعة القيام بدورها في دعم القضية الوطنية. الهدف ديال هذه الاتفاقية هي دعم قدرات الفاعلين المدنيين من أجل الترافع من القضية الوطنية، وبالتالي فهذه الاتفاقية بالنسبة لنا كجامعة هي تأتي في سياق محاولة الجامعة أو قيام الجامعة بدورها في دعم القضية الوطنية من خلال هذه الشراكة التي ستكون بين الجامعة والوزارة المكلفة بالمجتمع المدني من أجل رفع قدرات هذا المجتمع المدني والفاعلين المدني للترافع في قضيتنا الوطنية. هذه الاتفاقية تشمل إنجاز برامج مشتركة تروم إغناء وإثراء المنصة الرقمية المخصصة للترافع حول مغربية الصحراء وإنتاج المادة المتعلقة بالتكوين في مجال الترافع المدني حول القضية الوطنية الأولى وتنفيذ وتتبع وتقييم برنامج التكوين عن بعد في مجال الترافع المدني حول هذه القضية، فضلا عن تنظيم دورات تكوينية للطلبة بالجامعة ونقلها عبر الوسائل المتاحة وتمكين العموم منها من خلال المنصة الرقمية للتكوين عن بعد التي تم إحداثها لهذا الغرض.